طيب احنا في الفيديو اللي فات عملنا ديزاين للتشيب من بره، عايزين واحده واحده بقى كده نبني التشيب دي من جوه عامله ازاي. فالاول كده تعال نحاول نعمل ريجستر فايل بيقرا بس. طيب لو عايز اعمل كده، الاول الريجستر فايل محتاج احط جواه اربعه ريجسترز، كل ريجستر 16 بيت. فانا ممكن اعمل الكلام ده الاول كده، اعمل كده، ده اعتبر ده ريجستر، نحاول نسيب مسافات عشان ما نخشش في بعض. تمام، فانا كده عملت اربعه ريجسترز، كل واحد من دول المفروض 16 بيت. لو انت عايز ترسمهم بقى من جوه وترسم 16 فليب فلوب لو انت عايز ماشي، بس هو ده مش مطلوب قوي يعني. حلو. طيب انا دلوقتي عايز اعمل اريد من اي واحد من دول. طبعا دول كده كده ريجسترز هم فليب فلوبس، هم دايما مطلعين حاجه كاوتبوت. انت بقى عايز تختار تقرا من بره انهي اوتبوت من دول. فمحتاج اعمل ايه عشان اختار؟ دايما اي اختيار بعمله من خلال المالتيبلكسر. طبعا كل واحد من دول 16 بيت، كده 16 بيت، كل واحد من دول 16 بيت. محتاج بقى احط هنا زي مالتيبلكسر كده، اقرر بي انا عايز اقرا من انهي واحد. طيب انا عندي هنا مثلا 0 1 2 3 4 اختيارات، وهيطلع لي هنا 16 بيت. طبعا ده مالتيبلكسر مميز شويه، بتدي له اربعه باسز، هو بيطلع باس واحد بس. فده من جواه عباره عن 16 مالتيبلكسر في بعض. لو انت عايز هم 16 بيت مالتيبلكسر عباره عن 16 مالتيبلكسر، كل واحد بيطلع 1 بيت بس. قشطه يعني، مش برضو ممكن تديزاين ده من جوه لو انت عايز، بس احنا مش عايزين ده قوي، احنا بنحاول نديزاين بشكل هاي ليفل اكتر شويه. طيب ازاي هسلكت بقى ايه مين السلكتورز بتوعي؟ قال لك السلكتور بتوعك هم ال 2 بيتس دول اللي هم ريج ريد ادرس، صح؟ طب هيجي هنا كده، هي ده السلكتور اللي جالك من بره، انت كده حاطه من بره على البن، فده كده ريج ريد ادرس بن. كام بيت؟ 2 بيت، عشان تعرف تختار اربع اختيارات. حلو، كل واحد من دول عباره عن ريجستر. طب هل انا محتاج اكتر من كده عشان اعمل ريد؟ لا، انا كده خلاص كده عملت ريجستر بيعرف ريد بس. ماشي؟ طيب كده اخش الخطوه الثانيه، عايز اعمل رايت بورت واحد. عشان اعمل رايت بورت انا محتاج اكتب في كل ريجستر من دول. ماشي؟ طيب وانا قلت ان انا لازم باي ديفولت ما اكتبش، واكتب لو في سيجنال بتاثرت ان انا لازم اكتبه، وبالتالي انا لازم اعمل رايت انيبل لكل ريجستر من دول. فهعمل رايت سيجنال هنا، رايت سيجنال هنا، رايت سيجنال هنا، رايت سيجنال هنا، بحيث ان انا ما اكتبش في اي واحد من دول غير لو السيجنال بتاعته كانت بترو، كانت اسيرتد. حلو. طيب ازاي اختار انهي واحده من دول تبقى اسيرتد؟ قال لك انت كده كده داخل لك رايت ادرس من بره، ماشي، بس داخل لك رايت ادرس بره 2 بيتس، وانت عايز من خلال ال 2 بيتس دول تقرر ده يبقى اكتف ولا ده ولا ده ولا ده ولا واحد فيهم. طيب فده بعمله باستخدام ديكودر، استخدام 224 ديكودر. ديكودر بيخش له سيجنال انكريبتد شويه، او يعني انكودد زي باينري انكودنج كده، وهو بيطلع لي واحد على لاين واحد بس. طيب فانا محتاج هنا اعمل ديكودر كده، بيخش له هنا 2 بيتس اللي هم رايت ريج ادرس 1 2 بيتس، وهو بيطلع مين؟ بيطلع 4 بيتس. تعالى نكتب الحاجات بتاعت الرايت بلون تاني عشان الدنيا هتلعبك كمان شويه، ممكن اخلي ده بالاصفر مثلا، وده هيكون هنا 0 1 2 3. لو دخل لي هنا 0 0 يبقى انا عايز اكتب في اول ريجستر، وبالتالي هعمل كده. طيب وكده اوصل ده بتاني ريجستر، اوصل ده بتالت ريجستر، واوصل ده برابع ريجستر، هو ريجستر رقم 3. حلو؟ حلو. اللي انا عامله ده جميل وكل حاجه، بس مشكلته ان دلوقتي لو انا لو انا مش عايز اكتب خالص، الديكودر ده دايما بيطلع 1 عند اي واحده من دول، ماشي؟ فكده كده كده دايما هكتب في واحد، وده مش مظبوط. انا لازم اعمل انيبل سيجنال للديكودر ده، بحيث ان انا لو مش عايزه يكتب خالص اخليه باي ديفولت يطلع اصفار. انيبل سيجنال دي هطلعها من هنا واوصلها بقى بمين؟ هوصلها ب سيجنال رايت انيبل الاصليه اللي داخله لي من بره دي، بحيث ان انا لازم اخلي هنا رايت انيبل 1. طيب هل انا محتاج حاجه ثانيه هنا؟ اكيد طبعا، انا لسه ما دخلتش الداتا اللي هكتبها اصلا، انا محتاج برده ادخل الداتا. طيب تعال ندخل الداتا من اللي هي كان سيجنال اسمها رايت داتا 1، ده كان بيت، دي 16 بيت، دي الداتا اللي انا هكتبها. فالداتا دي لازم تخش بقى ايه، تتكتب على كل الريجسترز. فانا خليها نعدي كده خلاص، مش لازم، ماشي ما علينا. فتخش على الاربعه ريجسترز،
وانا مش بعمل النطاط دي عشان هي الوان مختلفه، فبحاول مش مهم يعني، ولا اعمل نطاط احسن، مش مهم. ماشي طيب، فالديتا ستارت هيخشوا على الاربعه ريجسترز عادي خالص، واللي هيحدد مين هيتكتب هيكون السيجنال اللي طالعه من الديكودر. لو ده مطلع اربع اصفار مفيش حاجه هتتكتب، لو مطلع واحد منهم بواحد هو ده اللي هيتكتب بس وخلاص. خلاص، فانا كده خلاص عملت الرايت بورت واحد بس. في الفيديو الجاي بقى المفروض نشوف ازاي نهندل كذا رايت بورت مع بعض. تمام.